الخوخ من المحاصيل الحساسة جدا لدرجة الملوحة، خصوصا لما تكون الشجرة في عمر النمو في بداية الزراعة. حضرتك قلت لي دي زرعة امتى؟ لا 20/1/2018، يعني السنة دي واحنا في شهر 7 اهو، بداية شهر 7. دي زرعت بقالها 7 شهور تقريبا. انا شايف ان هو المعدل الخضري جيد، لا يعني الشرح من حضرتك هيكون اجمل. لا هو حضرتك بالنسبه لل 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 للخوخ ده المعدل النمو دي جيد جدا، لان احنا زارعين لسه بقالنا 7 شهور بالرغم الظروف الجويه اللي احنا فيها، الحراره العاليه دي طبعا بتاثر على النموات. والا الحمد لله النتائج يعني باينه لحضرتك ان في نموات على مستوى الغيط. ده مساحه 32 فدان زارعينهم في 20/1/2018 خوخ فلورد. ده يعني في بعض الناس بتقول لا مش مصدق ان هو مزروع السنه دي، يقول لك انت زارع من السنه اللي من 2017، لكن بعون الله ده كله يعني راجع ان في برنامج شغل كويس، وفي عندنا الجهاز اللي هو دلتا ووتر معالج الملوحه، ده بان معانا في النموات ومعدل النمو بالنسبه للشجر الخوخ. انا عايز بس هاكد على حاجه، احنا النهارده يا جماعه موجودين في مشاريع من المشاريع الاستثماريه الضخمه، مشروع زراعي كبير، فلما بنرصد النتائج داخل هذا المشروع احنا جايين عشان ناكد على ان استخدام العلم وتوظيفه التوظيف السليم هو اللي يؤدي لنتائج مقبوله ونقدر ان احنا نحقق من خلاله هامش ربح. النهارده احنا بنتكلم من الخطاطبه وارض زراعيه صحراويه، اراضي من الاراضي الصحراويه اللي تم استصلاحها وزراعتها، فيها ملوحه في التربه وملوحه في المياه، بتحتاج ان احنا دايما اي مستثمر داخل على هذه الاراضي بيقول لك لا انا هشوف المحاصيل الاكثر تحملا للملوحه، لكن احنا النهارده بنتكلم على محصول من المحاصيل الاكثر تاثرا بدرجه الملوحه، والحمد لله باستخدام العلم وتقنيه معالج المياه المغناطيسيه قدرنا ننجح. مزروع السنه دي بقى لنا 7 شهور تقريبا، مواصفات الشجره جيده، معدل النمو الخضري، السقان فيها تماسك وقوه مبشره. انت النهارده بتزرع شجره عشان تاخد منها بكره خير، والبخير بشير وبعينه على هذه الاشجار. بشكرك يا فندم.